اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معي في هذا البث المباشر من هنا من مكناس. وكما تابعتم معنا اليوم كنا بنواحي مكناس، كنا بعين جمعة وعدد من الدواوير من اجل اننا نوريو الحقيقة وشنو واقع بهذه الدواوير والمعاناة اللي كيعيشوها الناس. مرة اخرى حنا من هنا من مكناس مع احد الاساتذة رجال التعليم اللي كيقول انه بغى يبيع السيارة ديالو رباعية الدفع، بغى يبدل السيارة ديالو، من حقه. إذا به كيتفاجئ أنه تعرض لواحد العملية مع مجموعة ديال الناس اللي بغاوه يبيع لهم السيارة بزز كما قال هو، وبطرق تدليسيه استعملت فيها بزاف ديال الحويجات. غنخليكم مع الاستاذ مطيش عبد المجيد اللي غادي يعطينا اشنو واقع بالضبط في هذه العمليه اللي صراحه المشاهدين ومتابعي قناه شوف تيفي خطيره وخطيره، لانه بزاف ديال 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 التفاصيل الخطيره والصادمه. غنخليكم مع الاستاذ هو اللي غادي يحكي لنا وعلى المباشر. مرحبا بك استاذ عبد المجيد، شنو واقع بالضبط الواقع هذا وكيفاش توصل عليك؟ كيفاش طوموبيلتك مشات وانت دابا ما مخلصش؟ السلام عليكم. هذه الاسئله غنطرحهم عليك. مرحبا بك معنا على المباشر. مرحبا، اهلا وسهلا، السلام عليكم. تحيه طيبه لقناه شوف تي في ومن خلالها لكافه الشعب المغربي وعلى راسهم جلاله الملك نصره الله. واوجه نداء عاجل الى السيد المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني وسيد الدخيسي للتدخل في ملفي عاجلا، لأنني تعرضت لعملية سطو أثناء بيع سيارتي ذات الدفع الرباعي. وهناك مافيا، وأؤكد على هذه النقطة لأنني أتوفر على حجج ضامغة في الموضوع، وقد سلكت المساطر القانونية طيلة سنة تقريبا دون أن أرى أي أثر لسيارتي، وهي الآن تعرضت لحادثة سير خطيرة وربما تكون نتيجة أعمال عصابة إجرامية. هم الذين يسوقون تلك السيارة إلى يومنا هذا بتأمين مزور على اسمي، وقد وافيت رئاسة النيابة العامة في الموضوع بالعديد من الشكايات والاتصالات، وأجريت تذكيرين في الموضوع، والآن أنا أتلقى تهديدات من تلك العصابة. أستاذ غادي ما كرهناش، درج معنا وبدا معايا من النهار الأول، كيفاش جات يعني جيتي أنت تتبع؟ العملية تمت بحسن نية بحكم أنني وضعت إعلانا لبيع سيارتي في موقع افيتو المعروف عالميا، واتصل بي بالفعل وسيط وجاء عندي إلى مقر العمل بسوق الأربعاء الغرب، وهناك اتصلوا بأحد الموظفين في المقاطعة وهي مقاطعة حي السلام، وقد يعني اكتتبنا وثائق البيع، ولكنها كانت غير قانونية لأن الشخص الحاضر معي آنذاك كان يحمل بطاقة للتعريف الوطني مزورة، أي أنه انتحل صفة. شكون اللي عرفوا راه مزور؟ السيد الموظف المقاطع، وهناك تسجيلات تثبت ذلك، وتسجيلات خطيرة تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك عملية نصب واحتيال، لأن هناك وكالة مزورة أنا لم أوقعها قط. وأثناء ذلك فروا بسيارتي من سوق الأربعاء إلى مكناس أثناء الطوارئ الصحية، و في 26/3/2021، وهناك دلائل قطعة في سجل المقاطعة
بسوق الاربعاء الغرب يثبت ذلك. واتماما لحسن النيه معهم التحقت بمكناس على اساس اجراء البيع القانوني، وسلموني مبلغ 7500 درهم، اي انه ثمن بخس مقابل بيع تلك السياره بالتهديد. كيفاش يعني تعرضت لواحد العمليه ديال التهديد بالتصفيه، ولدرجه انهم هددوني انهم غادي يحرقوا السياره ديالي امام مقر الولايه ديال الامن، مما يشكل عصابه اجراميه تهدد الامن ديال المملكه. وبحكم انني رجل تربيه قبل ان اكون رجل تعليم، يعني اتصلت باحد معارفي الاستاذ مولاي الحسن جلول كشاهد، وهو شاهد على ان هؤلاء الاشخاص يعني هو مستعد للشهاده، قالها لي بالحرف. واثناء ذلك سلموني 7500 درهم وفروا بالسياره الى وجهه مجهوله، يعني الى مدينه الخميسات، وتتبعت اثر تلك السياره ووجدتها في محل لمتلاشيات يعني كتزور بهذه الطريقه هذه، وخرجوا منها توأم، وهي الان وقعت لها حادثه بمدينه اظن ان هناك طريق سيار، طريق سيار، الان سيارتي تعرضت لحادثه سير خطيره. ما تبقى نعم، وفي المقابل اتلقى تهديدات بالقتل والتصفيه الجسديه. اذا من هذا المنبر الكريم اوجه رساله عاجله الى مولانا امير المؤمنين محمد السادس نصره الله، والى السيدان عبد اللطيف الحموشي والسيد دخيتي للتدخل عاجلا في الموضوع. غادي نسولك، يعني مرحبا، قلت لي انه قبل ما نبداو هذا البث المباشر باش انه يعني السياره ديالك شفتيها في احد افلام قصيره، وهذا دليل قاطع يثبت بما لا يدع مجالا للشك التزوير والنصب والاحتيال والسرقه. شفتي طوموبيل؟ نعم، هناك فيديو على اليوتيوب، على اليوتيوب، فيه سيارتي بمدينة الخميسات، أؤكد هذا المعطى، بمدينة الخميسات، وهناك فيديو للمشاهدين الكرام الحق في النظر في هذا الفيديو على مواقع التواصل اليوتيوب. اتبعت كافة المساطر القانونية مع هؤلاء الأشخاص بحكم أن لهم نفوذ كما يدعون. أود أن أشير هنا من واحد الإضافة مهمة، هي أنا كنطلب وملتمس عاجل تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لوضع حد لهذه العصابة الإجرامية الخطيرة، لأن هناك ضحايا كثر، وأنا على اتصال مع أحدهم بمدينة برشيد، وهو موضوع إدخال سيارات بتسع سيارات على اسمه، وهذا يشكل تهديد للامن. سعود السيارات، نعم نعم، وهذا يشكل تهديد للامن الوطني. والسياره ديالك الان؟ انا اجهل مكانها الان. عندي صور تثبت انها وقعت لها حادثه بطريق سيار. هادشي اللي عندي. صافي، هذا ما لدي من تصريح. ونهار داوها كيفاش داوها؟ داوها بطرق تدليس ونصب واحتيال. انت فاش تكاتبتو؟ نعم نعم. شنو؟ خطفوا لي الكونتاكت ومشاو. مشاو داو. خطفوا الكونتاكت ومشاو داو. انت تكاتب شي معاهم؟ تكاتب معاهم، وذاك السيد اللي في البلديه الغى ذاك البيع والشراء، وهناك تسجيل يثبت ذلك. تلغات العمليه؟ تلغات العمليه. علاش؟ لان احس الموظف بدوره، احس بانه هؤلاء عصابه اجراميه. ما تاقش. نعم نعم. إذا الآن الطلب ديالكم؟ طلب، أنا ما أوده من هذه الخرجة الإعلامية الأولى لي هو تطبيق القانون مع كل من ثبت تورطه في النازلة، لأن هناك ضحايا أنا على علم وأكاد أجزم يقينا أن هناك ضحايا كثر، وما قصتي الا واحده من العديد من القصص. كيفاش تلقيتي هذا التهديد؟ بالهاتف. نعم، ما تلقيتش مباشره. تلقيت معه مباشره، هددني مباشره باحراق السياره ديالي وبوضع مخدرات داخلها. فين هادشي؟
فهنا في مكناس بمدينه مكناس. لقيتي معاهم هنا؟ نعم في مكناس. وكتعرف هاد الناس؟ لا كنعرف، لا اعرفه، لا سابق ان تعرف الناس اللي تلاقيتيهم كتعرفهم يعني شخصيا؟ لا لا ما كنتعرفوش، هي مجرد اتصال من الهاتف، من الهاتف فقط. نعم، اذا رسالتكم الان هي انه انصافي انصافي، لانني جد متضرر من هذه الواقعه. نعم ماديا ومعنويا. نعم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في، كما سمعتوا معنا الان السيد كيقول انه يعني كيتلقى تهديدات، وهذا ما كيشكل يعني تهديدات على السلامه الجسديه. نعم. ديالو هذا الشيء كامل بيع لنا الطوموبيل. نعم بيع لنا الطوموبيل. نعم. على هذه الطوموبيل شنو فيها؟ فيها شي حاجه سبيسيال؟ ما نعرف، العلم لله. نعم. انا لا اعرف. نعم. طوموبيل مهمه لهالدرجه؟ ما نعرف والله، ما نعرف، هي وسيله نقل فقط ليس الا، لا اقل ولا اقل. السيارات دابا انت شحال شاد في هاد الطوموبيله كامل؟ مليون ونص تقريبا. من هادشي كامل؟ مليون ونص. شحال كنتي باغي تشري؟ وخسرت جوج المليون عليها في هاد العام هذا. هاد الجري؟ جوج المليون واكثر. اللي خسرت؟ واكثر. وانت شحال كنتي باغي تبيعها عليهم؟ بواحد الثمن بخس، 5 ملايين فقط. 5 مليون. ولو ان يعني راه سياره فارهه، لان الضرائب هما وعدون انهم غادي يخلصوا الضرائب، وهناك تسجيل يثبت انهم قال لك راه خلصوا الضرائب، هما راه ما خلصوهوش، يعني راه كيروليو بها بضرائب مزوره حاليا. حاليا نعم. والتامين وكذلك هو مزور على اسمي. على اسمك؟ بدون علمي كيقطعوا التامينات 3 مرات بدون علمي وبدون موافقة ديالي، والكارد غريز مازال بالاسم ديالي الى يومنا هذا. نعم نعم. مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، كما سمعتوا الان يعني عبر التصريحات اللي كيقول الاستاذ انه السيارة راه مازال كاينة لحد الان. نعم. كانت خدامة شبكة بشبكة. نعم. في الخميسات. في الخميسات. لقد دابكت في الخميسات. ومشيتي شفتيها اخر مرة؟ في الخميسات نيس، دائما في الخميسات. شي مركز ديال شي مركز متلاشيات، صباغات طولي. نعم. طول. نعم. الان مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في، كما سمعتوا التصريحات ديال الاستاذ اللي كيقول انه هو براسه تصدم بهذه الطريقه اللي تعرض له. واش كنت متوقع انك لا لا ابدا ابدا. انا كل ما فعلته حسن النيه فقط، حسن النيه. يعني كنعرفوا انه عدد ديال الناس كتبيع في هذه المواقع ديال التواصل، كتبيع في الشبكات العنكبوتيه وكدوز العمليات. ولكن للاشاره، انا عندما بحثت عن هؤلاء الاشخاص وجدت انهم يشكلون عصابه اجراميه، لان لهم سوابق في هذا المجال في عالم السيارات. نعم. عرفتيهم؟ نعم اعرفهم هنا. نعم في مكناس. بحكم انني ابن مدينه مكناس. نعم. اعرف انهم لهم سوابق في هذا الموضوع. نعم شكرا. رسالتك الاخيره استاذ؟ رسالتي هي تدخل صاحب الجلاله نصره الله لانصافي، لانني جد متضرر من هذا الوضع. والسلام على المقام العالي بالله، وشكرا للمغاربه كافه، وشكرا لشوف تي في مجددا، والسلام عليكم. واجب استاذي قناه الشعب دائما مع ابناء الشعب في مشاكلهم، في ماسهم، في كل ما يخص المواطن المغربي. مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في، كما سمعتوا معنا هذه قصة من قصص حسن النية نقدروا نقولوا، اللي مشى بها هذا السيد اللي وصلته الآن سيارة من نوع يعني الرفيع، سيارة فارهة كات كات كما كنقولوا، مشات بمليون ونص العربون، واللي حد الساعة الطوموبيلة مشات. زيد على ذلك تهديدات وعدد من الأشياء كما قال السيد الآن في التصريحات ديالو. نعم، ويقول كذلك أنه ما خفي كان أعظم، هذا كتبقى دائما تصريحاته وحسب قوله. مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، في انتظار إيجاد حل كذلك لهذا المشكل ورفع الضرر على الأستاذ. مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، ردوا بالكم ان نثبتوا المسائل ديالنا القانونيه، اي عمليه بيع وشراء تكون على ايدي الجهات المختصه. هاد اللقاءات اللي كتبقى وديه فراه هي كتبقى محفوفه بالمخاطر، خصوصا في مثل هاد الحالات، وخصوصا اصحاب النوايا السيئه اللي كيستغلوا الناس اللي كيكونوا يعني واقف على طوموبيل، ولا واقف على شغل، ولا عنده مسكين شي ازمه وباغي يبيع، فكيتستغل في هاد الفتره هادي اللي هو كيكون فيها يعني كما كنقولوا ساهل لاي واحد ممكن انه يستغله. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في، ما بقى لي الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء من خلال هذا البث المباشر من هنا من مكناس.